هاني العتال النهارده كتب على صفحته الرسميه على الفيسبوك اليوم على تويتر اليوم اللي بيلعب فيه الزمالك ده بالنسبه لي بيكون يوم عيد. ويا سلام بقى لما بنكسب، مجرد ما بشوف تيشيرت الزمالك بس بفرح. الزمالك قادر دايما يسعدنا، اعتقد كل الزملكاويه كده كمان، ناقصنا بس نشجع الجمهور في الملعب. حقيقي انا بحبك يا زمالك، ده كلام هاني العتال بيقول لك يوم ما الزمالك بيلعب بيبقى عندي يوم عيد. شوف زملكاوي بيحترموا الاهلاويه والزملكاويه، زملكاوي بيحترموا كل مصر، شاب بيقدروا كل المصريين اسمه هاني العتال. شوف بيتكلم عن النادي ازاي، بيتكلم بأدب ازاي، بيشجعه ازاي، بيقول لك يوم عيد يوم ما بيلعب الزمالك، زي ما في مسؤول اهلاوي بيقول لك يوم عيد يوم ما بيلعب الاهلي. النهارده شوف هاني العتال بيقول لك بمجرد ما بشوف التيشيرت الابيض وانا بتفرج ببقى في قمه السعاده. ويا سلام لما نفوز، ووجه رساله وقال لك يا سلام لو ما فيش تعصب ورجعنا الجمهور. هي دي الروح وهو ده الاحترام. وقف اي اهلاوي في الشارع وقول له هاني العتال بيقول كده عن الزمالك وبيتغزل فيه، يقول لك محترم ومن حقه. وقف اي حد زملكاوي يقول لك طبعا احنا بنحبه، علشان كده الزلنطحي بيموت منه هو وعياله. ولن ينسى ان هو ده هاني العتال اللي اداله على قفاه هو وعياله. كل ما يجي اسم هاني العتال الزلنطحي يهر ابو هره، لانه ده ضربه على قفاه وقتل مشروع التوريث. وهيفضل ليوم الدين الناس عارفه ان اللي علم الزلنطاح الادب اسمه هاني العتال. تعليقك على هذه الرساله الرائعه لكل الزملكاويه واللي بيشجع فيها هاني بمنتهى الرقي والادب يا علاء. الكلام اللي كتبه الاستاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك هو ده كلام كل الزملكاويه. انا نفسي واحد من الناس زي ما هو قال، لما الزمالك بيلعب بقعد مستني الماتش قبل حتى ما اشتغل في الصحافه، وانا بشجع الزمالك كنت قاعد اتخيل التشكيل واتخيل هنعمل ايه واقعد قلقان طول الماتش لحد ما نرجع. اللي قاله الاستاذ هاني العتال ده حال الزملكاوي، ان الزمالك بيفرحنا فعلا، ولما بنشوف التيشيرت الابيض في اي حته قلبنا بيرقرق، ودايما فخورين بالزمالك في اي حته. صح. اتغلب الزمالك، فاز الزمالك، اتعادل الزمالك، فخورين بيه في اي مكان. الزمالك مر بفتره اللي رئيس الزمالك الحالي ودانا فيها المحاكم وقعد يرفع قواضي على النادي، وكان في عدم استقرار بعد 2005 فتره سودة هو بطلها. يكذب ويقول ممدوح عباس، ده الكلام بتضحك بيه على شويه الناس اللي بيصدقوك. ما كنا في النادي وعارفين انت بطل نكسه 2005، افكرك بالكاس بتاع العتبه اللي اشتريناه خالد لطيف؟ ودي نقطه سودة في تاريخ خالد لطيف، خلي بالك انه راح جاب لك الكاس بتاع العتبه وقعد يلف حواليك يسقف لك في الصاله. ده تاريخك انت من 2005، دخلت النادي في نفق مظلم، وانت بطل السنوات العجاب مش ممدوح عباس. ده كان في مجلس للاستاذ العظيم الكاتب الصحفي القدير استاذنا واستاذ الاجيال جميعا مرسي عبد الله، مجلس محمد عامر، ان المهندس رؤوف جاسر مسك مجلس فقره، ممدوح عباس فين؟ انت بتضحك على الناس وتقول ممدوح عباس مفيش بطولات، ويجي وراك هاني دادا الله مفيش بطولات. يعني انت ايه يا ده؟ انا خليت في منطقه الجيزه، بس انا كنت في منطقه الجيزه، ما تتكلمش بالكلام ده. بس لا، ده في مجالس مسكت بعد 2005. ماشي. ممدوح عباس ملوش دعوه بالموضوع، ممدوح عباس جه 2009، لكن انت بتاخد السنين دي اللي انت كنت بطلها وهدمت فيه النادي وجرفته وخربته وسبت ومشيت، واللي بنى المبنى الاجتماعي الجديد اللي انت فخور بيه ده اللي بناه ممدوح عباس، وبناه في عهد ابراهيم محمد. وفي مشهد فيديو اتذاع للاستاذ ممدوح عباس ومحمود الخطيب كابتن النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي لما زار اخر زياره لنادي الزمالك، كان الاستاذ ممدوح عباس بيوريه المبنى وبيقول له ايه رايك ده اكبر مبنى اجتماعي هيبقى في اي نادي، وبص الدور ده هعمل فيه ايه والدور ده هعمل فيه ايه والدور ده هعمل فيه ايه. اللي بنى المبنى ممدوح عباس، انت هديت المبنى التاريخي اللي بناه الفنان العظيم فريد الاطرش والفنانه مها صبري، انت هديته وقضيت على تاريخ لنادي الزمالك. يكفي صالة الكابتن حنفي بطال، يكفي مكتب الكابتن يخن، ده يكفي، ده تاريخ. انت هديت التاريخ ده كله وسبت حفرة ومشيت. اللي جابها ده ممدوح عباس، لكن انت بتدعي ان سنوات الخراب سنوات ممدوح عباس. وطبعا في شوية ناس ماشية وراك ودي مش حقيقة. صح. ممدوح عباس يا جماعة جه 2009، قبل ممدوح عباس في مجالس كتيرة، في مجالس كتيرة كانت موجودة.
فطبعا بطل كاس العتبه، رئيس النادي الحالي اللي جاب كاس من العتبه، شكرا يا حلوه. الكابتن خالد لطيف، ودي نقطه سوداء في تاريخ خالد لطيف، مع احترامي ليه وتقديري، هو راجل تمام فوق دماغي وبقدره وعزه، لكن نقطه سوداء في تاريخه ما اقدرش انكرها يعني. شكرا. فطبعا ده كلام معروف يعني، شكرا. معروف رئيس الزمالك دخل حتى في الفتره السوداء دي جمهور الزمالك كان بيشجع الزمالك، الزمالك ما بياخدش بطولات وداخل في مشاكل ومحاكم، وجمهور الزمالك محافظ على الزمالك وبيشجع الزمالك وورا الزمالك، كره قدم ويد وسله وطايره في فين كل حته، جمهور الزمالك كان ورا الزمالك في عز مسكات. العالم بيستغرب ان السنه دي ما بتاخدش حاجه وجمهورها موجود وبيشجعها وبيقاتل عليها، شكرا. ده جمهور الزمالك. شكرا جزيلا يا حلوه، احسنت يا حبيبي، شكرا جزيلا، تحياتي ليك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ علاء حمام، والله العظيم يا جماعه، والله العظيم لا مجامله، والله العظيم نادي الزمالك ما عرف القضايا وعرف الخراب غير على ايد الزلمطحي. انا بحيي هاني العكار على الكلام اللي كتبه، وده كلام لسان حال كل الزملكاويه، وزي ما شرح علاء حمام قال لك النهارده ده نائب رئيس نادي الزمالك الشرعي غصب عن اي حد، لكن انت خربت النادي وديته المحاكم ودخلته في سنين عجاف، وما كانش يعرف حاجة عن المحاكم غير لما ظهرت انت، وانت اللي عملت عدم الاستقرار، وانت 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 وانت، الناس نفسها في نموذج زي هاني العتال، شاب منور، وبإذن الله تعالى ربنا هيرد له حقه وينصره. بحيي هاني على هذه الكلمات اللي كتبها، واعتقد انها كل لسان حال كل زملكاوي محترم.